السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نتعرف عليكم. عبد الله السلطان بو فهد. كيف شفت المباراة اليوم بين الوسام وبين فريق الفهد؟ والله كويسة الشوط الأول الآن كويسة. كويسة رغم أن الهواء يعني شوي نتأثر هذه ما لنا حظ يعني المباراة الثانية كلها هواء ضدنا وعلينا زي ما يقولون. ما شاء الله عليك أشوفك بكذا بطولة متواجد في أكثر من محفل نشوفك مشارك معه. والله من حب للرياضة. طيب نحبك رياضة. عندي لك سؤال نشوف إذا جاوبت معانا راح نعطيك جائزة. نقول لك ما هو بطل دورة الفارس العالمي في نسختها الأولى التي قيمت على هذا الملعب؟ بعطيك اختيارات، هل هو فريق الفارس العالمي، هل هو فريق الريان أو فريق الوصل؟ نشوف. أتوقع أنا ما حضرت صراحة يا محيسن لكن أتوقع الوصل. الوصل في نسختها الأولى؟ نعم. حضرتها ما حضرتها؟ والله من سمعتي للوصل يعني كفريق قوي يعني في الدمام في حوار الدمام توقعت كذا. طيب وإذا مو الوصل طيب يعني ممكن الوصيف من ذا البطل؟ طيب هو يا الوصل يا الريان. طيب يلا خذ لك جواب، يا الوصل يا الريان، عطني جواب أخير. أخير؟ أي أخير. الريان. أكيد؟ أكيد. ألف مبروك، ربحت معانا قسيمة شرائية مقدمة من سبورت تايم. شكرا لك. نشكرك حضورك مرة أخرى في هذه البطولة. الله يسلمك، مشكور على حضور الدوري إن شاء الله. ما شاء الله التنظيم صراحة على مستوى. شكرا. وما هو غريب على الفارس العالمي. نعطيك الجائزة بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تعرف عليك؟ معك عبد الدريسي. الدريسي، كيف شفت المباراة اليوم؟ والله بالعكس مباراة يعني متوسط المستوى. من توقع يفوز فيها، الفهد ولا الوسام؟ لا الوسام شافها. كم النتيجة؟ انا اتوقع 2-0. متابع جيد للبطولات في الحواري ولا؟ ان شاء الله. طيب عندي لك سؤال. تفضل. طيب يقول لك اي سنه اقيمت البطوله الاولى على هذا الملعب، ملعب فارس العالمي؟ والله حطنا خيارات. طيب بعطيك خيارات، هل في سنه 2008، في سنه 2009 او 2010؟ والله ممكن اشوف. بتذكر يعني؟ لا والله نشوف متى افتتاح الملعب ولا شيء. عندك 2008، عندك 2009. لا لا بال 2008 ان شاء الله. او 2009 او 2010. لا 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 شوف حيرتني. لا ان شاء الله. اعطني جوابك الاخير. 2009 اكيد ان شاء الله. متاكد من جوابك؟ ان شاء الله. جوابك صح. الله مبروك عليك، ربحت معنا قسيمه شرائيه مقدمه من سبورت تايم. الف مبروك. حياك الله. خلاص اخذت الجائزه، بتجي يوم ثاني ولا؟ اكيد متابعين بعد في جائزه ثانيه. لازم لازم لازم. من متابع في هذه البطوله؟ والله ان شاء الله نتمنى فريق الوسام هو اللي. بس الوسام ودع خلاص. ودع من فريق ثاني ان شاء الله. الفريق هذا اسمه سباير ماشي الفهد ان شاء الله. الفهدين هم مدعين اليوم. فين هم مدعين؟ في عندك السوبر والميدان عن هذه المجموعه؟ لا والله الميدان اتوقع الميدان فريق قوي، نشوف يعني في بطوله ثانيه فريق قوي وينافس على جميع البطولات يعني. يلا يعطيك العافيه مره ثانيه. حياك الله. شكرا لك. السلام ورحمه. تعرف عليك؟ سلطان السلطان. كيف شاهد مباراه اليوم بين الوسام والبلد والفهد؟ والله مباراه طيبه يعني من فريقنا، وان شاء الله يعني ان يختمونها بخير ان شاء الله. كيف تتوقع النتيجه النهائيه لهذا اليوم؟ والله اتوقع ان شاء الله الوسام 2-1. طيب عندي لك سؤال، اذا جاوبت عليه راح تاخذ معنا جائزه. سؤالك يقول بطوله شركه المراعي المقامه على ملعب فريق الفارس العالمي، هل هي البطوله الثانيه او البطوله الثالثه او البطوله الرابعه؟ فكر خذ وقتك وشوف البطولات اللي شاهدتها. والله ما شاء الله يعني الفارس العالمي ينظم دورات، ويعني اتوقع الثالثه. اكيد ممكن الثانيه. طيب هذه لا انا كان حاضر ثنتين من قبل هنا. أكيد. أكيد ما شاء الله عليك، ذاكرتك ما شاء الله عليك قوية. وبالعكس ربحت معنا قسيمة شرائية مقدمة من سبورت تايم. ألف مبروك. الله يبارك فيك عزيز. شكرا لك. شكرا لك. إذا ما زلنا متواصلين مع متسابقين آخرين فكونوا معنا. عليكم السلام ورحمة الله. أعرف عليك. بنجين. كيف تشوف البطولة هالذي؟ والله البطولة الشباب يأخذوا روح الرياضية، وإن شاء الله ننالهم توفيق وكل شيء سعادة، وكل الفريق إن شاء الله بتمنى لهم السعادة كلهم. مين الشجع؟ والله انا اليوم ما بشجع حدا اي واحد منهم، بس ان شاء الله كل الشباب بخير وبركه يعني ما في منهم. طيب عندي لك سؤال، اذا جاوبت معنا راح نعطيك جائزه. تفضل. طيب يقول لك بطل دوره الامير محمد بن فهد الثانيه للحواري، هل هو فريق الميدان، هل هو فريق الريان، هل هو فريق الوصل؟ فريق الريان. ليش قلت الريان؟
والله ما بعرف هيك شعوري طلعت معي ريان. تابع دوري القطري كثير؟ والله يعني مو زياده يعني بالشغل وامداو. الريان خطا. بعطيك فرصه ثانيه. باقي عندك الميدان وباقي عندك الوصل. يلا اختار جواب بس فكر وشوف الفريق اللي سمعته. انا بعرف انه ريان كان قوي ما بعرف ليش هيك. باقي عندك الميدان وباقي عندك الوسط. الوسط والميدان والله الوسط يمكن اكيد الوسط. اكيد هالمره اكيد جوابني اكيد, أكيد جوابني. متاكد منه؟ متابع فريق الوسط؟ والله مو كثير. وكيف عرفت الجواب يعني ما شاء الله عليك؟ والله انه بشهر طلع على التلفزيون الاخبار على حسب الاخبار عم شوف انه هالفريق قوي وهالفريق لا هو هي على الحواري. هي ما تطلع التلفزيون, هي على الحواري. لا. مستوى الحواري في الوصل فعلا الاماراتي, في الريان القطري, بس في الميدان الحواري. ايوه اللي هيك الميدان هو الجواب الصح. حظ اوفر. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اشكر. يعطيك العافيه. حظ اوفر. سلام ورحمه الله. هلا والله. تعرف عليك. معك محمد العامري. ما شاء الله عليك. ليش ما نزلت تشوف المباراه ولا من هنا؟ من هنا افضل. الجو هنا يعطيك. الجو بارد اليوم. والله بارد شوي. طيب شوف المباراه, الوسام ولا الفهد؟ والله احنا مع الفهد. طيب الحين متاخر الفهد. لا متعادل. متعادلين الظهر يأهلهم. لا هم خلاص هم ودعوا البطوله اثنينهم اليوم. لا يا شيخ أجل الله يوفقهم إن شاء الله. طيب عندي لك سؤال وجاوبت عليه راح تاخذ معنا جائزة. ما عندك مشكلة. سؤالك يقول بطل دورة الأمير محمد بن فهد الحواري في نسختها الثانية, هل هو فريق الميدان, هل هو فريق الوصل أو فريق الريان؟ دورة الأمير محمد بن فهد للحواري الثانية. الوصل الميدان. الميدان الوصل ولا الريان؟ والله أتوقع الميدان. ليش الميدان؟ اتوقع لان فريق معروف وما يحتاج يعني عنده كم بطوله. متابع فريق الميدان انت؟ والله انا شفت لها مباراتين تقريبا. فريق جيد يعني هذا اللي اتوقع يعني ماني متاكد بس توقعاتي يعني. توقعك صحيح وربحت معنا جائزه مقدمه من سبورت تايم. الف مبروك. الله كلمتك الاخيره. شكرا شكرا. بالتوفيق ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا لك. اذا كان هذا اخر متسابق معنا لهذا اليوم. نعود الان لمباراه الوسام وفريق الفهد. ما زلنا مستمرين بتغطيتنا فكونوا معنا.